من القائل نجحت في الحصول على شهادة تخرجي وفشلت في العثور على حائط أعلق عليه شهادتي؟ صدرت المقولة دي في الرواية سنة 1997. مين يا ترى؟ أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ ياسمين خطفت البزر من مامتها. إجابتك طه حسين. إجابة خاطئة. 50-50 ولا لأ؟ 50-50. تمام، بزائد 10 أو ناقص 5. دوس على البزر. الاختيارين قصادنا على الشاشة، مريد البرغوثي وراشد حسين. أستاذ سامح، مريد البرغوثي. ليه بقى؟ هو يبدو ان هو كده فلسطيني وشكله كان في السجن ولا ايه؟ لا هو ما كانش في السجن. هو فعلا فلسطيني. وفعلا اتخرج من جامعة القاهرة من اداب انجليزي. ومعرفش يعلق شهادته فين. ملوش بلد. بالظبط كده، ولكن باذن الله بلده رجعة ان شاء الله. باذن الله. استاذ سامح اجابة صحيحة. في رواية رأيت رام الله دي فازت بجائزة نجيب محفوظ 1997. 10 نقط لعيلة سامح، أول 10 نقط.